يلا رمضان وسالت العطله ورجعنا للسؤال ديال كل نهار، اش غندير الغدا واش غندير العشاء؟ اجي نوريكم انا شنو درت الغدا. سمعتوا لي التبقبيقه ياكو، واجي نعطيكم الوصفه وغيكون هذا اسهل غراتان اللي كيجي لذيذ بزاف وما غاديش ياخذ لكم الوقت. كناخذ البطاطا اللي ديجا مغسوله نقشرها ونقطعها بهذا الشكل هذا اللي كيكون واحد شويه رقيق، غنديرها في الماء ونخليها على جنب، ما تسلقوها ما حتى شي حاجه. غادي ناخذ واحد البصيله اللي غادي نقطعها، وغادي ناخذ مقيله ندير في وسط من هذيك البصيله نشحرها، نزيد لها الملحه والبزار، وهنا غنزيد دانتي ديال الثومه فقط. غنزيدو شويه الربيع اختياري الا بغيتو، الا ما عندكمش ماشي مشكل، نشحر كلشي ونزيد ليهم تقطعات ديال الدجاج. كنشحرهم مزيان ومن بعد كنزيد لهم معلقه ديال الدقيق. كنعاود نخلط كلشي مزيان، وهنايا غادي نديرو بيشاميل في وسط الحشوه. غادي نزيد لها شويه ديال لاكريم وغنزيد شويه ديال الحليب، وكنبقى نخلط حتى داك الدقيق كيدوب. هنا غنزيد شويه ديال الربيع بودره، تقدروا ديروا الكوزه، ديروا اي حاجه كتبغيوها، وكنحيدها. كناخذ البطاطا ديالي نصفيها من الماء، كنستفها في لومول، والبطاطا راه كطيب في ديك الحشوه اللي درنا فوق منها. غنزيد شويه ديال الفرماج غابي، نغطيها مزيان وندخلها الفران من الفوق ومن التحت حتى كطيب، وهنايا كنخليها تغراتينا. وشوفوا لي الجمال.